محمد واحمد احمد. ايه رايك في حفل اليوم يا محمد؟ لا كان حفل جميل وكويس وحلو. هل تم تكريمك اليوم اثناء الحفل؟ تم تكريم الطالب المثالي وكرة القدم الاول. انت اخذت منصب الطالب المثالي، هل من مؤهلات معينه تاهلك ان انت تكون الطالب المثالي؟ اكيد طبعا، شهادات وكده وبس. ايه الانشطه اللي انت كرمت فيها النهارده؟ كره القدم.